من صاحب الإجابة هو أنت. فالناس يا غالي ينقسمون لأربع أقسام، تبغاك تركز معي، الجميع يركز معي، هو في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة؟ القسم الأول منهم من إذا مات تموت مع حسناته، يفعل حسنات لكنه ما ينشرها بين الناس، فقط يفعلها ولا ينشرها ولا يدل الناس عليها، وإذا مات تموت معه. والقسم الثاني من الناس من إذا مات تموت معه سيئاته، يفعل الذنوب والمعاصي ويشاهدها لكنه ما ينشرها بين الناس، هذا إذا مات تموت معه سيئاته. والقسم الثالث من إذا مات ما تموت سيئاته، سيئاته مستمرة حتى تقوم القيامة، تصب عليه إلى أن تقوم القيامة. من هو هذا؟ هذا الذي ينشر ما يغضب الله عز وجل، سواء من مقاطع أو صور أو صوتيات أو أي أمر ما يرضي الله عز وجل، هذا إذا نشر الجميع ينشرون من بعده، فيتحمل أوزارهم والآثام التي، لأنه هو من بدأ وأعان على نشرها. واحذر وانتبه أن تكون من هذا الصنف. والصنف الرابع وهو الصنف المتميز، الصنف الذكي، الصنف الذي فكر بعقله، حسبها صح. من إذا مات لا تموت حسناته. الله أكبر، الحمد لله. ينشر الخير بين الناس ويدل الناس عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينشر ما يرضي الله عز وجل، هذا إذا مات تصب عليه الحسنات مثل الأمطار مثل المطر إلى أن تقوم القيامة. والأمثلة على هذه الأصناف كثير، لكن أعطيكم أمثلة على الصنف الرابع وأنتم تعرفونهم. منهم من أدركناهم، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الإمام بن القيم، ابن تيمية رحمهم الله، هؤلاء رجال ماتوا من زمان إلى الآن لا زالوا موجودين معنا، هناك قنوات لهم، هناك فوائد لهم، تجدهم أمامك في تويتر، تجدهم في الانستغرام، تجدهم ما في بيت من بيوت المسلمين وهو ميت، إلى الآن حسناته تصب على الناس إلى أن تقوم القيامة. فأنا أقول لنفسي وأقول لك، أنت من أي الأصناف الأربعة؟ يا شيخ عبد الله، بعض البنات يعني مثل ما تفضلت جسمها عاري وتغطي وجهها، ليش هي غطت وجهها في هذه قنوات التواصل الاجتماعي؟ ما تبغى أحد يعرفها، تخاف من فضيحة، تخاف أنها تعرف، وجعلت الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليها. وش غرضها أصلاً؟ غرضها بهذا العرض لما تعرض في قنوات التواصل الاجتماعي أجزاء من جسمها باستثناء وجهها، غرضها أن تفتن هؤلاء الشباب وتكون سبب، نعم، وتكثر متابعيها وتكون سبب في ضلالهم وسبب في معصيتهم الله عز وجل وسبب في إثارة شهواتهم. والله إننا نخاف على مثل هؤلاء، من قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم يا أخواني يعني ذكرتني لما تقول يبغى يكثر متابعين، يبغى يكثر. الآن بصراحة خلونا نتكلم، ما في واحد فينا فتح حساب في قنوات التواصل الاجتماعي إلا ويتمنى هو يجي له إيه، يجي له متابعين. أنا عن نفسي أتمنى حساباتي يشوفوها بالملايين، أتمنى ليه؟ حتى يكونون شهود لي أمام الله سبحانه وتعالى، يشهدون لي في الخير إني أنا قاعد أغرد بما يرضي الله عز وجل، إني أنا قاعد أنزل في إنستغرام ما يحبه الله ويرضاه. وبعض الناس يتابعوا مليون واثنين مليون وفرحان ومبسوط، ينزل لهم مقاطع أغاني، ينزل لهم مقاطع ما ترضي الله عز وجل. هذا المسكين اللي فرحان بالمليون اثنين مليون، يوم القيامة راح يعض على يديه: يا ليتهم ما عرفوني، ويا ليتهم ما تابعوني، ويا ليتهم ما حبوني. ليه؟ لأنهم سيكونون شهود عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يا أخي الغالي اللي جالس على لابتوبه الساعة واحدة في الليل أو الساعة اثنين في الليل وقاعد يمنتج مقطع وقاعد يحمل على اليوتيوب وهو اسمه مثلا محب الرحمن، عاشق الجنان، اسم كذا ما أحد يعرف من هو، وقاعد يمنتج وينزل والمقاطع هذه يشوفها بالملايين، وما أحد يعلم بهذا الإنسان إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستطيع من قنوات التواصل الاجتماعي، من هذه الأجهزة، من خلال هذه البرامج، أن يكون داعية إلى الله، مخلص، تقي، نقي، لا يعلم بحاله إلا الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، كم مقطع جاك على الجوال وشاهدت هذا المقطع
ونزلت دمعتك وقربك من الله، وانت الى الان ما تعرف صاحب هذا المقطع من، لكن الله يعلم. يا بني، الله عز وجل يقول يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. مقطع نشرته فيه خير سياتي به الله عز وجل، مقطع فيه تذكير بالله عز وجل، هدفك نصره هذا الدين من خلال هذه قنوات التواصل الاجتماعي، والله الذي لا اله الا هو سياتي به الله سبحانه وتعالى. جوالك اللي في جيبك، اللابتوب اللي عندك في البيت، هل سيبيض وجهك امام الله ام سيسود وجهك والعياذ بالله؟ من صاحب الاجابه هو أنت يا صاحب هذه القنوات ويا صاحب هذه البرامج، اجعلها شاهدة لك لا عليك